مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلاب الصف الخامس بمدارس الطالب الذكي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للفصل الدراسي الثاني. هيا بنا نستخدم استراتيجية شريط الذكريات. لماذا؟ لنسترجع درسنا السابق النسبة المئوية. اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المظلل من الشكل. اتفقنا وعلمنا سويا ان الشبكة عبارة عن مقسمة الى 100 مربع صغير. عدد الاجزاء المظللة من الشكل هي 75 من اصل 100 مربع. تكتب في صورة كسر اعتيادي 75 على 100. هيا نكتبها في صورة نسبة مئوية. بما ان مقامي 100، اقلاب 100 الى رمز النسبة المئوية وكتابة البسط 75%. ايضا بكتابة بصورة عشرية 75 من 100. يوجد لدينا شريط من الذكريات به عدد من الكسور. هيا نجعلها في صورة نسبة مئوية. ننتبه جيدا، 3/10 هنا المقام 10، نريد ان نجعله 100 لكي نكتب النسبة المئوية بالضرب بسطا ومقاما في 10. أحبائي نضرب بسطا ومقاما في 10. 10 في 10 ب100 و3 في 10 30%. نفس الطريقة 9/10 بالضرب أيضا في 10. 10 9 في 10 ب90 و10 في 10 ب100 90%. 3/4 هنا المقام 4. نبحث عن عدد يضرب في 4 ليكون المقام 100 وهو 25، ونضرب أيضا البسط في 25 تصبح 75%. أوجد قيمة 10% من 108. هنا نسبة مئوية نريد أن نحولها أولا إلى كسر اعتيادي 10 على 100، ونحول حرف الجر إلى علامة ضرب في 180. إذن 10 في 180، هنا 180 عدد صحيح، مقامه 1، يكون 10 في 180 على 100. في البسط 0 والمقام 0، نقوم بحذفهما. 1 في 18 ب18. قرب العدد لأقرب عدد كامل 4 و25 من 100. ننظر أحبائي هنا للجزء من 10، 2 فهو عدد فقير لا يعطي للأربعة عدد صحيح، إذن تبقى الأربعة عدد كامل. تدريب آخر، تقدم كل من سامر وعامر لاختبار في المعلومات العامة، وكان عدد الأسئلة، انتبه جيدا، 30 سؤالا. يقول سامر أجبت عن 70% من الأسئلة إجابة صحيحة. أولا أحبائي نحولها إلى مسألة رياضية. 70% من أصل كم سؤال؟ 30 سؤال. نقول 70% من 30، ونذهب إلى عامر. 90% من كم سؤال؟ من 30 أيضا. تصبح طريقة سهلة لدينا، 70% من 30، نقوم بالحل بنفس الطرق السابقة. هنا نسبة مئوية نقوم بتحويلها إلى كسر اعتيادي 70 على 100 ضارب 30. 0 بالبسط و0 بالمقام نقوم بحذفهما، تصبح 7 ضارب 3، 21. إذن أجاب سامر على كم سؤال؟ على 21 سؤالا. بنفس الطريقة إلى عامر، 90% 90 على 100 في 30. 0 بالبسط و0 بالمقام نقوم بحذفهما، 9 ضرب 3 و27. أجاب عامر على 27 سؤالا. هيا الآن ننطلق إلى درسنا اليوم. درسي اليوم هو عبارة عن الكسور المتكافئة والكسور العشرية والنسب المئوية. أولا عبارة أستطيع. أستطيع أن أتعرف على التكافؤ بين صيغ الكسور العشرية والأعداد الكسرية للأنصاف وأجزاء العشرة وأجزاء المئة، وأستخدمها للمساعدة في ترتيب الكسور. مثلا عندما أقول 6/10 هي أكبر من 50%، 50% نسبة مئوية، 6/10 صورة عشرية، وأقل من 7/10. هيا نتعرف أولا، نتعرف على الكسور المتكافئة. ماذا تعني الكسور المتكافئة؟ الكسور المتكافئة أحبتي هي الكسور المتساوية في القيمة.
الكسور المتساوية في القيمة، وهذا ما نعرفه من صديقتنا ماهرة. كيف؟ ذهبت ماهرة لشراء فطائر من البيتزا، وجدت عند البائع 3 أنواع من الفطائر. الفطيرة الأولى مقسومة إلى نصفين ويوجد عنده نصف، والفطيرة الثانية مقسمة إلى 4 ويوجد لديه ربعين، والفطيرة الثالثة مقسمة إلى 8 يوجد لديه 4 أثمان. احتارت في شراء الأكبر، أيهما؟ هيا ساعدوها، أيهما الأكبر بنظركم؟ هذا النصف أم 2 من 4 أم 4 على 8؟ إني أسمعكم جيدا، إنهم متساويان أو متكافئان في القيمة، وهذا ما نعرفه من خلال المثال. عندما نكافئ كسر اعتيادي 3 على 5 أحبائي، عندما نكافئ كسر نضرب في بسطا ومقاما في 2 أو في 3 أو في 4، نقوم بالقيام بضرب البسط والمقام، بسط في 2 والمقام في 2، يصبح الكسر 6 على 10. عند مكافأة الربع أيضا نضرب بسط ومقام في 2، يصبح الناتج 2 على 8. النصف أيضا نكافئه نصف، عند الضرب في 2 2 على 4، بالضرب في 2 بسط ومقاما، ننبه بسط ومقام. أيضا نكافئ 2 على 4 بالضرب في 2 4 على 8. ماذا تعني كسر في أبسط صورة؟ كسر أحبائي في أبسط صورة هو الكسر الذي تكون فيه قيمة البسط والمقام أصغر ما يمكن، قيمة البسط والمقام أصغر ما يمكن، ولا يوجد عامل مشترك بين البسط والمقام. مثال النصف هو في أبسط صورة لمجموعة الكسور. هيا نضع كسور على خط الأعداد. ننتبه جيدا أن 1 على 10 مقامي هنا 10، يكتب بصورة عشرية أيضا هنا كسر اعتيادي، يكتب بصورة عشرية 1 من 10. 2 على 10 يكتب بصورة عشرية 2 من 10. يوجد لدينا خط أعداد مقسم من 0 إلى 1. ماذا يوجد بين 0 و1؟ نعم أسمعكم، تعلمناه سابقا، أجزاء عشرية، 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، والنصف، والنصف أكرر النصف، 5 من 10. 1 على 10 كسر اعتيادي بصورة عشرية 1 من 10. 3 على 10 أين موقعها يا ترى؟ نعم هنا 3 من 10. والنصف أين النصف؟ تحدثت سابقا وقلت 5 من 10 هي النصف، النصف نصف خط الأعداد هنا 5 من 10، أو القيام بمكافأة الكسر والضرب في 5. نضرب بسط ومقاما في العدد 5، لماذا 5؟ لنجعل مقامنا 10. 2 ضرب كم تعطينا 10؟ 2 في 5 تصبح 5 على 10 وهي 5 من 10. 6 من 10 سهلة بنفس الصورة، صورة عشرية، وسبعة من عشرة أيضا. الآن هل يمكنك كتابة النصف ككسر عشري؟ نعم تعلمته سابقا، هنا النصف حولناه إلى مقام عشري بالضرب في 5 بسط ومقام، وجعلناه ككسر عشري 5 من 10. أيضا هل يمكنك كتابة 7 من 10؟ هنا 7 من 10 علامة عشرية يعني كسر عشري، مقام 10، إذن 7 على 10. فكر معي جيدا والآن نفس عميق، سبح الله سبحانه وتعالى. سؤال التحدي، مستعدون؟ هيا بنا. ماذا تلاحظوا بشأن الصفوف المظللة على شبكة الضرب؟ هيا فكروا جيدا. أريدكم أحبائي إيقاف الفيديو والتفكير جيدا في شبكة الضرب. ها، نصف، 2 على 4، 3 على 6، 4 على 8، 5 على 10، هذه كسور أسمعكم متكافئة، هذه الصفوف لمجموعة من الكسور المتكافئة. والآن
أسمع كأنك تعلمتها سابقا. الكسور عن طريق الأشرطة. اكتب الكسر الذي يمثله كل شريط واكتب ماذا تلاحظ. هنا شريط مقسم إلى جزئين، هنا مقسم إلى أربعة. أريدك عزيزي الطالب أن تتدرب على هذه المهارة السابقة لديك واسترجاع معلوماتك. كتاب الطالب، هيا نكمل الكسور المتكافئة ونرى من صفحة 44. هنا ينقصنا البسط. أولا 3/5، هنا في يوجد مقام ومقام. هنا الخمسة لكي تصبح 15 ضرب في عدد ما، 5 ضارب 3، أحسنتم، تصبح 15. إذن نذهب إلى البسط ونضرب في 3 لتصبح 9/15. بنفس الطريقة 4 ضربنا في 2 كي صبحت 8، نضرب أيضا في 2 البسط تصبح 6. 3 ضارب كم؟ أعطتني 12 ضارب 4، نضرب أيضا البسط في 4 تصبح 8. أترك لك تدريب على هذه المهارة لأنها مهارة دائمة معك. تدريب لك. والآن الكسر العشري والنسبة المئوية. نفس عميق. ها سبحان الله، نعتقد أحبائي أن الواحد هو عدد كامل على خط الأعداد، أو 100%، هو واحد كامل أو عدد كامل أو 100%. فيمكننا استخدام خط الأعداد لتوضيح النسبة المئوية، بمعنى عندما يجد نسبة مئوية نوضح النسبة المئوية على خط الأعداد، نجعل خط الأعداد من 100%. إذا قسمنا 100 على 100 نحصل على 1، لذا لوضع النسبة المئوية على خط الأعداد نحولها إلى كسر من 100، ثم أقسم البسط على 100. مثال 20%، عند تحويلها الكسر اعتيادي 20/100. بالتبسيط بسطنا الكسر أصبحت 2/10، وهي في صورة عشرية 2/10، يسهل لدينا وضعها على خط الأعداد. أولا هيا نتذكر ما سبق. 72/100 تكتب في صورة نسبة مئوية 72%. 14/100 14%. ها أسمعك جيدا، بالضرب في 10 بسط ومقام 30%. 7/10 هنا مقام 10 لابد أن يكون 100، بالضرب بسط ومقام في 10 70%. هيا بنا نطبق ما تحدثنا عنه سابقا. استخدم خط الأعداد لتوضيح الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية. أمامنا خط أعداد من 0 لـ1 ككل، بينهما خطوط أجزاء عشرية. هنا يوجد 5/5 أو 5/10 أو 5/10. لو اعتقدنا سابقا كما تحدثنا سابقا أن هذا الخط الأعداد مقسم إلى 100 على 100 1، هنا نقول 1/10 من 100، 20 من 100، 30 من 100، 40 من 100، 50 من 100 أو 50% أو 50/100، 50 من 100 جزء. نرى 1/10 هي نفسها 1/10 أو 10 من 100. 2/10 بكسر اعتيادي 2/10 أو 20%. 3/10 أو 3/10 أو 30%. 6/10 ست تكتب 6/10 كسر اعتيادي أو 60%. هنا نوضح أكثر. استنتجنا أن 2/10 على خط الأعداد الأول 1/10، 2/10، 1/10، 2/10. في صورة عشرية 2/10، هنا 1/10، 2/10، هنا 20%. نقسم خط الأعداد إلى أجزاء من 100، 10 من 100، 20%. نستنتج أيضا أن 4/10 هي 4/10 أحبائي،
وهي أيضا 40%، 4 على 10 بالضرب في 10، 4 في 10 ب40%، و9 على 10 9 من 10 و90%. كتاب الطالب صفحة 44 و45. نوجد الكسر والكسر العشري والنسبة المئوية. هنا 3 على 10 تحدثنا عنها كثيرا، بالضرب في 10 لتصبح نسبة مئوية 30%، وأيضا 3 من 10. 10% هي 10 من 100، وأيضا 10 على 100 في أبسط صورة، حذف الصفر مع الصفر أو بالقسمة على 10، 1 على 10. 2 من 10 هي 20%. 2 من 10 هي 2 على 10 بالضرب في 10، 20%. هيا بنا نبسط 20 على 100، بإمكاننا نكتبها 20 على 100 أو نأتي بها في أبسط صورة لها. 0 و0 بالقسمة على 10، 2 على 10. عدد زوجي وعدد زوجي 0 بالقسمة على 2، 1 على 5 أو 5. أتينا بها في أبسط صورة. 23 على 100 تكتب 23 من 100 أو 23%. 25%، 25 من 100 أو 25 على 100 هي نأتي بها في أبسط صورة بالقسمة نعم على 5، إن أحادي 5 في البسط والمقام، وأيضا 5 على 20 بالقسمة على 5، 1 على 4 أو نقول ربع. 7 من 10 هي 7 على 10 و70%. هيا نأتي المخططات صفحة 45. هنا مخطط يوجد كسر اعتيادي وصورة عشرية ونسبة في صورة نسبة مئوي. 2 من 10 سهلة جدا، 2 على 10 كسر اعتيادي أو 20% بضرب في 10 بسط ومقام 20%. 2 على 5 نجعل المقام 100 أو 10 بالضرب في 20، 40 على 100 اللي هي 40% نسبة مئوية، وبتبسيط الكسر 4 على 10، 4 من 10 بصورة عشرية. استخدم الأرقام في كل دائرة لتكوين قيم متساوية للكسور والكسور العشرية. مثال 1 و0 و5 و2، هنا أتى بالنصف، قال إن 1 نصف 2 فنصف، تبقى 5 من 10، إذن النصف يساوي 5 من 10 في الصورة العشرية. هنا أيضا 5 و0 و8 و4، 4 نصف 8 تساوي أيضا 5 من 10. 6 و0 و3 و5 ننتبه جيدا، 3 نصف 6، 3 على 6 تساوي أيضا بما إنها مكافأة الكسر نصف، تصبح 5 بصورة عشرية 5 من 10. 0 و10 و3 و3 هيا نستخدم 3 على 10 تبقى 3 من، وهي نفسها 3 من 10. والآن حان مهمتي المنزلية، كتاب الطالب صفحة 45 رقم 5 و6، وكتاب النشاط في هذا الدرس مهم جدا صفحة 43 و44، وهام جدا أحبائي التدرب على مهارة صفحة 46 من كتاب النشاط. وإلى لقاء في درس قادم إن شاء الله، أستودعكم الرحمن، والسلام عليكم.